رح نبقى سمر بعالم الطفولة وتحديدا من دار الأسد للثقافة والفنون، وختام مهرجان الرابع للطفل. غنوا مع الأطفال، أكيد حنتابع هالتقرير مع ليا نحاس. هذا جزء من المبادرات الطلابية اللي عم ترعاها وزارة التربية، ونحن شركاء مع منظمة طلائع البعث وحتى مع باقي المنظمات لتفعيل الأنشطة اللاصفية والمبادرات بشكل أنه الطالب يبني شخصيته. اليوم كانت شخصيات الأطفال هدول من سن 6 سنوات 7 سنوات إلى هالسن المتقدم بادرة جميلة جدا لإظهار الوجه الحضاري لسوريا، اللي هو وجه ثقافي، وجه فني، وجه موسيقي، وبالتالي يعني نتمنى لهم كل النجاح. كمنظمة طلائع البعث، منظمة مسؤولة عن الأنشطة اللاصفية اللي هي المسرح والغناء والموسيقى وأكثر من 49 اختصاص لاصفي. بالتأكيد الغناء والموسيقى هو جزء أساسي. نحن عندنا قناعة أنه العمل التشاركي هو الأساس. دائما نحن شركاء ببناء الوطن، وخاصة هلأ بموضوع إعادة الأعمار. لذلك نحن تشاركنا مع وزارة التربية، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، أي جهة قادرة أنه تقدم لنا قيمة مضافة وتساعدنا بإعادة البسمة والفرح لقلوب قبل شفاه أطفالنا، فنحن معها. طاقة إيجابية كتير حلوة، رجعونا شي 40 سنة لورا، استعدنا هذه الذكريات الجميلة، كان كتير شيء أنيق وحلو ورائع وليق بهذا البلد. يعني بقدر اختصر كل الكلام بالطليعية الحلوة الظريفة اللي طلعت وقالت: سماءنا زرقاء، أرضنا خضراء، ومياهنا نظيفة وحلوة، وسوريا راجعة رغم كل شيء، رغم الخراب، رغم الدمار، رغم الحصار، نحن راجعين، راجعين إن شاء الله. بدنا نشكر زميلتنا ليا نحاس اللي رصدت لنا اجواء المهرجان الغناء الطفل. اكيد وبدنا نحكي عن تفاصيل المهرجان الرابع لاغنيه الطفل السوري مع الاستاذ وضاح سواس. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم غير مع الطبيعه الحلوه والجميله جدا فعلا. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن المهرجان وبشو تميز هي السنه. المهرجان قديم حديث بكل معنى الكلمه. المهرجانات القطريه لمنظمه طلائع البعث بدات منذ عام 1975 كمهرجان عام يجري في شهر نيسان من كل عام، لكن ظروف الحرب والاحداث هي التي اوقفت هذا المهرجان القطري، وتفرعت عنه مهرجانات فرعيه. من هذه المهرجانات مهرجان التراث، مهرجان المسرحي، المهرجان ايضا مهرجان غنوا مع الاطفال. تميز هذا العام بالكثير من المسائل لهذا المهرجان. اولا فرقة الكورال من الطفولة،
وبلغ عددهم بحدود 131 طفل. أما الفرقة السيمفونية الطفلية أيضا الموجودة بلغ عددهم 60 طفل عازف. نعم. لاحظوا يعني مسألة كثير مهمة. طموحنا طبعا نحن كان العدد أكبر من ذلك. لدينا الآن 100 عازف في دمشق من الأطفال الموجودين اللي بيتبعوا لمنظمة طلائع البعث. النقطة المهمة أيضا في هذا المهرجان أننا أطلقنا شعار إحياء التراث. كما في لقائي مع صناجة العرب الأستاذ صباح فخري ركز إلى مسألة مهمة جدا، أخي وضاح حاول أن تطلق التراث من جديد. صحيح. وبالتالي كان لدينا في المسابقة أغنية تراثية، وهذه الأغنية التراثية تلعب دور أساسي جدا في مسألة ثقافة المواطنة، ثقافة البيئة الموجود فيها هذا الطفل في مختلف البيئات السورية المنتشرة. نحن لدينا أيقونة سورية رائعة جدا بصريح العبارة، وهناك فلكلور سوري منوع وغني عبر آلاف السنين. صحيح. في هذا الجانب. صحيح. النقطة الثالثة أننا كرمنا من هو شارك الطفولة في ذلك، وهو الفنان الكبير النجم العربي القدير الأستاذ زريد لحام. هو كان سفير للنوايا الحسنة، سفير للطفولة، وبالتالي أيضا كان تكريمه مهم جدا، وغنى للأطفال على مدرج بصرة. نعم. وغنى في أكثر من مكان مع منظمة طلائع البعث. فأعدنا الذكريات وأحيينا هذه الذكريات لفناننا الكبير الأستاذ زريد لحام في. نعم. هذا الأمر. النقطة المهمة أيضا أن الفرق التي أتت من كل المحافظات السورية قد تقدمت الآن في هذه المسابقة على مستوى المحافظات، حتى جرت التصفيات بحدود 4 أطفال من كل محافظة. نعم. لوصلوا إلى التصفيات النهائية وعدد 49 طفل. نعم. ما يميز أيضا التضافر الراقي جدا بين الوزارات المختلفة. يعني أنا بوجه التحية إلى وزارة الثقافة اللي كانت معنا بشكل كامل، وزارة التربية أيضا، وزارة الإعلام، ودور وزارة الإعلام والسيد الوزير تحديدا بوجه له التحية، لأني قال نحن جاهزين لكل المسائل المتعلقة في أعمال هذا المهرجان. نعم. كذلك أيضا الجهات الأخرى والمؤسسات التعليمية الخاصة يلي ركزت معنا. نعم. على هذا الأمر. ما يميز هذا المهرجان أيضا في هذا العام أن لجنة التحكيم سمتها السيدة وزيرة الثقافة من قبل المعهد العالي للموسيقى، وبالتالي أعضاء رئيس لجنة التحكيم عميد المعهد العالي للموسيقى وأعضاء لجنة التحكيم أيضا من المعهد العالي. نعم. للموسيقى، وبالتالي أصبحت الآن الجانب الفني بيد المعهد العالي للموسيقى ولا تتدخل منظمة طلائع البعث في لجان التحكيم. وعميد المعهد العالي للموسيقى البارح في ختام أعمال المهرجان صعد إلى المنصة، وبالتالي فتح الظرف أمام كل الحضور وأعلن بنفسه النتائج، نتائج أعمال هذه المسابقة. تمام. نعم، يعني كانت جهود متضافرة، عملية تشبيك خلينا نقول نجاح هذا المهرجان. نعم. المتجدد. ركزت على نقطة أستاذ وضاح اللي هي إحياء التراث السوري، ومثل. صحيح. ما بنعرف عنا تنوع بجميع المحافظات السورية سواء من الشمال إلى الجنوب، من القامشلي والحسكة إلى السويداء، منشوف عنا فولكلور رائع وتنوع رائع. حاولتوا تعملوا تجديد بالرقصات بالغناء أيضا، مثل ما بنعرف دائما عم يتم تحديث التراث. نعم. ولكن. نعم. بصيغة الأساسيات الموجودة تماما، بصيغة مقبولة، بصيغة جميلة توصل من القديم إلى الحديث بشكل جميل. احكي لنا عنها. بكل سرور. لكن فاتني أني كمان أنا أوجه التحية لوزارة السياحة. وزارة السياحة كانت معنا في واقع الأمر بكل الجوانب، ونحن موقعين مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة، وبالتالي حتى السيد وزير السياحة يعني أصر على مسألة التعاون معنا في هذا المهرجان، وقدموا الكثير في هذا الأمر. يعني بالمثال أنا بعطيكم مثال، دعوا كل أطفال المشاركين في أعمال مهرجان الأغنية دعوة غداء في أحد الفنادق السورية المهمة جدا. يعني هذه مسألة كتير رائعة جدا، أكيد رمزية ومعنوية، هذا الجانب الرمزي. نعم. يعبر عنه الطفل بشكل أو بآخر. يعني. نعم.
النقطة الثانية، نعم بدأنا في إحياء التراث بشكل كامل في كل المحافظات، سبق ذلك دورة لتوحيد أساليب العمل الفني، نعم. أجريناها في طرطوس لكل الأساتذة الآن اللي متابعين لمنظمة طلائع البعث، وبالتالي هم في بوتقة منظمة طلائع البعث. هؤلاء الأساتذة في كل المحافظات السورية موجودين، نحن لدينا داتا الآن وقاعات بيانات كاملة عنهم فيما يخص الرقص التعبيري، فيما يخص الفنون الشعبية المختلفة، تمام. فيما يخص كل محافظة من المحافظات. يعني أنا بعطيك مثال، مثلا بالسويداء لدينا الزجل، فأعدنا أحياء الزجل، في مصياف بذات الأمر، في مشتى الحلو، في الزبداني، في عدد من المحافظات. في حلب لدينا رقص السماح، لحظة صحيح. كيف صحيح. المولوية في دمشق. هذه المسائل في الواقع بدأنا إعادة إحياء هذا التراث بشكل كامل، وبما لا يضير هذا التراث الآن من تجديد موجود في هذا النشاط. نعم. النقطة المهمة جدا، كل هذه الآن المسائل التراثية ستكون في كل المهرجانات لمنظمة طلائع البعث، وستكون أيضا في البيانات الفنية التي تقدم في بداية العام مع حفلات التنسيب للأطفال إلى المنظمة، ستكون هذه الجوانب مهمة. يعني بعطيك مثال آخر أيضا، هي الألعاب الشعبية التراثية القديمة. حلو. يعني كثير هالألعاب الشعبية البسيطة جدا أيضا أعدنا إحياء مرة ثانية بحسب المحافظات وبحسب الأيقونة السورية الرائعة جدا. تمام. خلينا نحكي عن أهمية المهرجان لاكتشاف مواهب الطفل أكيد، وتعزيز الثقة بالنفس للأطفال. كمان في شغلة حلوة كانت بالمهرجان، اعتمدتوا على الصوت المباشر للطفل دون اللجوء إلى التسجيل. خلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع، قديش بيزيد عنا القلق للأغنية الأطفال، قديش بيزيد الثقة بالنفس عند الأطفال أنه يطلعوا بشكل مباشر، نعم. ويغنوا بشكل مباشر. خلينا يعني أنا بدي أشكرك على السؤال، لأن كتير مهم جدا جدا. لأول مرة في تاريخ منظمة طلائع البعث بيكون عنا لايف، تمام. يعني لحظة، هي مسألة كتير مهمة، كان دائما تسجيل صوتي، لكن الآن الطفل هو الآن على المايك أمام الجمهور، أمام لجنة التحكيم، وبالتالي زرع الثقة بنفس هذا الطفل. ونحن عملنا أكثر من دورة في مجال الدعم النفسي على مدار الحرب التي جرت على سوريا للأطفال. فبالتالي أنت الآن بحسب معطيات هرم ماوسلو أو هرم التدخلات، أنت وصلت الآن إلى مسألة قمة الهرم في تقدير ذات الطفل والثقة النفسي، الثقة بالنفس لهذا الطفل. والآن وقف أمام المايك وغنى مباشر أمام الجمهور، حتى غنى مباشر. فهذه مسألة، يعني طفل عمره 7 سنوات بالسويداء حصلت على الترتيب الأول في أغنيته. هذه الطفلة الآن وقفت أمام الجمهور وغنت أمام الجمهور ولديها ثقة بالنفس وحيت الجمهور. لحظة، هي مسألة كتير مهمة اللي احنا عم نزرع الآن لدى أطفالنا. فبالتالي المنظمة تعمل فعلا على تقدير ذات الطفل وزرع قوة الشخصية لدى هذا الطفل. احنا عملنا لهم بروفات في السابق، يعني في اليوم الأول من استقبالهم في المهرجان كسرنا الجليد، وكسر الجليد مسألة مهمة جدا مع الأطفال. وبالتالي الآن اعتادوا على هذه المنصة. يعني إدارة الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون الأوبرا كمان منوجه لهم التحية، لأن تركوا هذه المسارح 5 أيام لصالح منظمة طلائع البعث. فبالتالي هذه لأول مرة أيضا تجري في هذا الجانب. كسروا الجليد الأطفال، وبالتالي الآن أصبحوا واثقين من النفس وقدموا وغنوا أمام الجمهور. نعم، يمكن هيدي الوقفة معنا سهلة أكيد، وما مننكر نحن الإبداع السوري، أطفالنا مبدعين، شفناهم بعدة برامج أيضا عربية وإن شاء الله يوصلوا للعالمية، عنا أصوات جميلة جدا. نعم. أيضا بدنا نتشكرك، بدنا نتشكر الدعم يلي قدمته أيضا للأطفال، بدنا نتشكرك على كل شيء عم بتقدمه من خلال المهرجانات، وكثير سررنا بالحديث معك، واكيد لنا وقفات ثانيه بمهرجانات اخرى. إن شاء الله. شكرا. هو الشكر للجميع في واقع الامر، لكل الجهات الان اللي تعاونت معنا واللي تضافرت هذه الجهود لانجاح هذا المهرجان، والقادم اجمل. أكيد. القادم اجمل ان شاء الله. شكرا. اكيد مثل ما حكينا بدنا نتشكرك ومتشكر جهودك الكبيره، وبنقول مبروك لكل الفائزين كمان بالختام. مثل ما حكينا انه اكتشاف المواهب هو اكتشاف ثروه حقيقيه، لانه هن ثروه الوطن الفعليه الاطفال. نتمنى لك التوفيق ونشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا جزيلا. صباح الخير. Thank you.